السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. فيديو ماشي طويل بزاف، تشوفوا معنا كيفاش نركبوا خشبه ديال الليزر بالسيكلاصه ديالها، يعني طبيعي الخشب ديال الليزر طبيعي اللي نركبوه، ما غادي نصبغوه، ما غادي نعملو والو. غنوريكم حتى شكل الصالون كيفاش كيتبدل الاضاءه ديالو، وكيفاش يعني الاضاءات كتغير. تقدر مثلا تشعل غير خشب الليزر، تقدر تشعل غير الليد، تقدر تشعل سبورتاس، هادشي كامل هتشوفوه معنا في هذا الفيديو. خليكم معنا الاخوان ما تمشيو فين، باش تشوفوا معنا هاد الصويلان هذا كيفاش يرجع، رغم يعني ما كثرناش فيه الليزر بزاف. يعني الناس اللي باغيين يعني كيجيهم خشب الليزر غالي او لا كذا، يعني كيعملوا يعني شي كل واحد كيمشي على حسب الاستطاعه. يعني الاستطاعه كيجي خشب الليزر كل من واحد المستطيل ولا المستطيل. الصالون كما هو الحال دابا، وغتشوفوا معنا الاضاءه فلا يعطي، واخا يعني هاد المسافه هادي اللي في هاد الكولوار، هاد الخشبه ديال الليزر فيها متر فاصله 21 سنتيمتر زائد 64 سنتيمتر، يعني 64 في العرض ومتر 21 في الطول. شفتوا البيكسي كلاس ديال البيكسي كلاس؟ هذا ماشي داك الكاريت بيكسي كلاس اللي كيجي فيه 2 مليم ونص، 2 مليم تن 3 مليم كيكون فيهم هادو، يعني بي سي كلاس هذا مزيان قاصح وكيدوز الضوء مزيان. بي سي كلاس الخشبة ديال الليزر، شتو الزواقة اللي استعملنا فيها، الزواقة زوينة، شي حاجة جديدة عاوز. الصالون شفتوه كيفاش كيكون، يعني قبل ما كتركب خشب ديال الليزر حتى كتركب خشب عاد كيعطي الإضافة ديالو. قلنا الإخوان بأن ما بغيناش نصبغوه لحقاش، يعني طبيعي كيكون فيه منظر زويون، يعني كتشوف خشب طبيعي. وفي نفس الوقت الانسان نهار اللي كيبغي يبدل الصباغه، يعني مثلا يبغي يبدل الشكل ديال الدار يقدر تصبغه كيتبدل، يعني الانسان كيبدل كيهرز داك، يعني مثلا كيكون عندك في شكل وكيرجع ملي كتصبغه كيرجع في شكل، يعني من بعد 3 سنين 4 سنين الانسان كيبغي يغير الصباغه كتغير اللومبالاج. شو كيفاش عطات هاد الزواقه اللي عملنا، عطات الاضافه كيفاش زينت. دابا غنوريكم، نبقاو نطفيو الضو الليد ونخليو الخشب الليزر، المهم نطفيو حاجه ونخليو حاجه. شو كيفاش كيكون طبيعي الاخوان، كيعطي منظر زويون. حتى ملي كيكون طافي راه كيعطي منظر، يعني كيبان بحال اللي موقش في السقف، يعني الخشب كيبان بحال اللي موقش في السقف. دابا قلت لكم غنبقاو نطفيو الليد ونخليو غير الخشب بوحدو شاعل، باش تشوفوا معنا الانسان ملي كيكون جالس. دابا هو الخشب بوحدو شاعل، يعني الانسان يقدر يكون جالس في الدار كل مره وكيفاش ما يبغي الضو مبرد يشعل غير بحال هذا، والتلفازه بركه، يعني خشب ديال الليزر والتلفازه كتكون شاعله كيعطي منظر. بغيتي تشعل غير الليد والخشب كيعطيك هذا الشكل بحال هكذا، يعني كتحكم في الديكور كل مره كتغير الشكل. بغيتي تزيد سبورتاس كتزيد سبورتاس. شحال سبورتاس عاود كتزيد سبورتاس، انا كما شفتو مكترينش سبورتاس بزاف، يعني سبورتاس يعني قلالين. شو يعني الانسان كيتحكم في، يعني هنا كشاعلين غير سبورتاس والليزر حتى هو منظر زويون كيعطي الليد، الليد اللي بيض سبورتاس. المهم الاخوة اللي بغى يشوف هاد الديكور هذا مخدوم بالقبس، كاينه فيديو في صندوق الوصف واول تعليق ديسكريبشن.